السلام عليكم، انا مريم محمود احمد اسماعيل، اول مقرر علم علوم محافظه الغربيه، مركز الصنطه، مدرسه الصنطه الثانويه المشتركه. بحب ابارك لكل زملائي وزميلاتي واشكر كل المدرسين اللي ساعدوني في السنه ديت، وانصح كل الطلبه والطالبات بالمداومه على المذاكره والثقه في النفس، واكيد الدعاء بيفرق كتير، والنوم الكافي طبعا، وبس شكرا.